سي موح، السلام عليكم. مو حضرنا على التمر، على الاسعار ديال التمر، واش كاين شي ثمن مناسب ولا ولا الاسعار طالعه؟ كاينه من 60 درهم الى 70 درهم الى 80 درهم. من ياش؟ من 60 درهم الى 70 درهم الى 80 درهم. هاك وباش تنصحنا؟ الفكوز كاينه 500 600 700. الفكوز؟ الفكوز. ورينا فين هو الفكوز هنايا. الفكوز هذا كاين، هذا 400. هذا 400؟ 400. هذا 700، هذا 800 مجهود. هذا 50 درهم. سي موح، كاين فرق كبير ما بين الخلط والمجهول. كاين الخلط ما بين الكلوس، الخلط ما بين الجمبوخ. لا، المذاق ديال ما بين الخلط والمجهول. هذا الكوش هو اللي ديال المذاق مع المجهول. الكوش. الكوش والمجهول ديال المذاق. واش هاد العام كاين جودة؟ هاد العام كاين شي تمر يعني قليل شوية. هذا قليل جودة. هذا العام كاين جودة بزاف. قليل. قليل بزاف. الأخ أمين اللي عنده بازار هنايا في مدينة أرفود. سي أمين السلام عليكم. كما كتشوف أن كورونا يعني زيرت على كل شيء، ما فيها أن هذه المنطقة هذه خدامة 100% بالسياحة. قبل كانت السياحة مزيانة وكانت مروجة وكانت البلاد محركة بزاف، مي دابا مع كورونا نقصت شوية السياحة. مي كنخدمو دابا مع السياحة الداخلية شوية البركة الحمد لله، مي مزيان. كاين شي إقبال للجالية المغربية؟ كاين الحمد لله شوية. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديرو جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.